السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. عندي لكم اليوم قصة قصيرة جدا، بعضكم سمعها أو قرأها. دخل رجل على الطبيب النفسي يشتكي إليه من اضطرابات نفسية يعاني منها، آثارها الاكتئاب، الحزن الشديد. الطبيب النفسي أعطى هذا المريض بعض الإرشادات النفسية لتجاوز هذه الأزمة، من ضمنها هذه النصيحة الغريبة. قال الطبيب النفسي للمريض: عندنا في أحد المسارح القريبة مهرج تجلس لساعات متواصلة وأنت تضحك ويزول عنك كل شعور سيء. ابتسم المريض ابتسامة ألم وقال للدكتور: أنا ذاك المهرج. عندي فائدة حول هذا الموضوع وقصة المهرج الحزين. كثير منهم حولك يتكلفون ليرسموا الابتسامة على محياك الجميل. ابتسم، ترى من يسعى إلى إسعادك وإدخال السرور عليك هو لا يعني بذلك أنه انتهت همومه، لا، عنده من الهموم، لكن يحبك. فمن يحبك رغم مشاكله وهمومه إلا أنه لا يحب أن يرى أثر المشاعر السيئة على وجهك، فيبادر لإسعادك. جعلت الشريعة من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المسلم، أنك ترسم الابتسامة على وجهه وتشرح صدره. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فيا عزيزي المنفس، ما هو ذنب اليوم؟ أن تفسد بأحزان الماضي وبهموم المستقبل التي لم تأتي بعد. عجبتني الحكمة اللي تقول: عش في حدود يومك، خل حياتك في حدود هذا اليوم الجميل، فلا تفسد بشيء ماضي ولا مستقبل.